برحب بضيفي اللي شرفني دلوقتي في الاستوديو الدكتور هاني الناظر، ولسه جاي دلوقتي حالا على وصول دكتور هاني الناظر الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث واستاذ الامراض الجلديه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. تعبناك وانا عارفه انك لسه جاي من السفر، ربنا يكرمك، وعارفه ان انت متاخرش برضو عن ان انت يعني تكون معانا وان انت تفيد الناس، فربنا يكرمك يعني. تشرف بحضرتك. ربنا يخليك يا دكتور. دكتور خلينا ندخل على طول في أهم حاجة كنا بنتكلم فيها قبل ما حضرتك تدخل. أنت كنت عامل روشتة علاجية كده للنظافة علشان الأولاد وهم داخلين الفترة، خلاص إحنا مدارس كل سنة حضرتك طيب العام الدراسي الجديد، فإزاي يكون في وقاية الأم مثلا تراعي أولادها أو الشباب بقى اللي ممكن يكونوا دايما يعني في الجامعة يكونوا عندهم وقاية من الأمراض، خاصة إحنا داخلين على الخريف والشتاء، فطبعا الإنفلونزا ونزلات البرد. الحقيقة طبعا يعني أنا أتفق بحضرتك، دي حاجات لازم الأم تاخد بالها منها. طفل رايح مدرسة لازم تبقى يعني عاملة حسابها إن هي تحط له في الشنطة بتاعته كوباية عشان يشرب فيها، لأن ما ينفعش إن هو يشرب من كوباية حد تاني. ما ينفعش يشرب من حنفية المدرسة أو أي حنفية، تبقى الكوباية بتاعته. ولازم الأم تعلمه إن دي كوبايته هو، يعني ما حدش يشرب فيها، وإن هو كمان مش مفروض يشرب في كوباية حد تاني. كمان يا ريت يبقى كيس بلاستيك فيه سندوتشات، قطعة فاكهة اللي هو بيحبها مش اللي هي بتحبها. ايوه يعني لازم نعرف الفرق، مش انا اكل الطفل اللي انا بحبه، لا شوف هو اللي بيحبه، عشان يعني ياكل من اكل البيت، ياكل من اكل مامته بدل ما يروح يشتري حاجه من بره اللي تعمله مشاكل، ويتعود على اكل البيت. ده يبقى مهم. كمان لازم تعرفوا ان لازم الواحد يغسل ايده قبل الاكل ويغسل ايده بعد الاكل، لان دي بتحافظ على النظافه العامه. ايوه. الحاجه الثانيه اللي دايما بطلبها من الامهات ان هي لازم كل اسبوع تراقب الطفل وتبص عليه والطفله، يعني خصوصا بذات الشعر. يعني يا ريت نبص على الشعر، لان من الحاجات الكتيره اللي بتحصل والمشاكل اللي احنا بنشوفها كتير موضوع حشره الشعر في الراس اللي بنقول عليها الامل، يعني خاصه في بين بقى الاطفال في المدارس بعض. ودي على فكره ما بتفرقش بين فقير وغني، عشان في ناس يقول لك انا بنتي في مدرسه مش عارف انترناشونال، لا 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 دي مدرسه غاليه، مدرسه رخيصه، ليها علاقه بالنظافه، ما دي يعني بتنتقل وفي كل المستويات الاجتماعيه، مش حاجه اسمها غني ونضيف ولا لا لا، كله ممكن تجيله. فلازم الام كل اسبوع تبص على شعر بنتها، خصوصا البنات بيبقى شعرهم طويل. ايوه. وطبعا يا ريت برضو ان الام تخلي دايما الاولاد بقى الشعر يبقى قصير مش طويل، لان حتى مظهر من مظاهر الجمال للولد انه يبقى شعره قصير. وبقى ماشيين على الموضه بقى الولاد طويل لا يعني الموضه مش كل حاجه فيها حاجات أيوة. حلوه فدي أيوة. انما صحتهم اهم الموضه. طبعا طبعا. كمان لازم الاطفال لما يرجعوا تعود ان الطفل لما يخش باب الشقه يقلع الجزمه بتاعته في المدخل، بلاش يمشي بيها في اوضه النوم وفي اوض وكلام من ده، يقلع حبيب بالشبشب بتاع البيت ده كويس، بيبقى فيه ما يحطهاش في اوضه النوم، لا جزمه بلاقيها بره كويس، هي ممكن تنقل امراض وهي جوه اوضه النوم. انا جاي جزمه من الشارع، انا باخد حاجات من الشارع ادخلها في البيت، فانا ما بلاقيها في المدخل، ممكن يبقى في مكان كده نحط فيها الجزم، وبعد كده في الشبشب بتاع البيت بقى اللي ما بيخرجش بره البسه واتحرك بيه في البيت عادي عشان ما يمشيش حافي. كمان لازم نقلع الشراب، لان بلاقي امهات كتير تسيب الولد بعد ما يرجع بالشراب بتاعه طول الوقت، غلط، التهويه مهمه عشان ما يتكونش فطريات في الرجل. أيوة. الشعر والرجل ما تبقاش مكتومه. تمام. فدي كلها حاجات لازم يعملها في اول هو المفروض اصلا يا دكتور اي حد اصلا غير الاطفال ما يحطش الـ 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 الاحذيه بتاعته تحت في الاوضه اللي قاعد فيها. طبعا نعمل رفين كده على جنب، مش بيسموها جزامه يعني. الجزامه حط عليها الجزمه بتاعتك. تبقى بره عند البيت. انا ما تبقاش ما تخش اوضه النوم. امشي بقى في اوضه النوم وفي الصاله وفي كل حته مش صح. ايوه ايوه تنقلش صح. عشان ما تنقلش امراض. ما تقلقش. يعني الميكروبات بقى. من الارض التراب والطين والحاجات كتير موجوده في الارض، بيبقى في مواد عضويه. ايوه. احيانا في حيوانات بتبقى ليها فضلات في الارض. صح. فانا بنقلها جوه البيت وده غلط. ده صح ده صح. طيب وهو يعني لو هو عمل الاولاد عملت طبعا في بقى الكبار يعني الكبار برضو في يغسلوا يعني ده موضوع كده انت عارفه صندوق صغير كده لا انا قصدي كمان على النظافه بالنسبه لل للكبار طبعا شيء طبيعي يعني احنا واحنا صغيرين كانت الكراسه بتاعت المدرسه بتاعتنا فيها تعليمات عايزين نرجع كلنا كبار أيوة زي أيوة التعليمات دي كويس اللي هو غسيل الايدين قص ضوافر يعني الاطفال برضو يمكن انا نسيت اقولها بس فكرتيني ان الام لازم تراعي ان ضوافر الاطفال تبقى مقصوصه ايوه الضفر الطويل بيلعب مع زمايله بيجروا مع بعض خربشوا عوروا انا كده ممكن تبقى في ميكروبات بتخش في الجلد بتاعتي او عور نفسي فلازم الضفر تبقى مقصوصه وده للكبار برضو ايوه يعني حاجه مش ظريفه ابدا الاقي مثلا واحد راجل سايب ضفره او ضفر طويل مش صح حاجه مش شكلها مش لطيف حاجه مش شكلها مش لطيف
في نفس الوقت يعني ضاره مش حاجه مفيده يعني. ما فيهاش اي فايده اطلاقا. يعني دي كطريقه من الوقايه من الامراض عامه، اي امراض، ان هو يكون احنا نحافظ على، لو حطيناها كده في بوكس كده في يعني عنوان، ان احنا نحافظ على النظافه. ونضيف حاجه بقى بالمره، ما ننساش بقى لازم تعود الام الطفل يبقى معاه مناديل، المناديل اللي هي التيشو بيبر او الورق في شنطته، عشان ما يصحش ان هو يكح في وش زميله اللي جنبه ولا يكح كده قدام الناس. فهي لازم نعود الطفل ان انا اكح في المناديل بتاعي. اداب بقى يتعلم عليها، ان هو كوبايته وان هو ما يعني يخلي باله من اللي جنبه، الحاجات دي المفروض الام بتعلمها في المدرسه. لو احنا بنعمل الكلام ده هنوفر فلوس كتير جدا. والله.